عامل أساسي في بناء الدولة وعماد المجتمع المصري منذ بدء الخليقة. إنه الفلاح المصري الذي يتوافق اليوم 9 سبتمبر الاحتفال به في كل عام، وهو العيد الذي شهد صدور قانون الإصلاح الزراعي في عام 1952 عقب قيام ثورة 23 من يوليو، كما يتواكب مع عيد الفلاح. ويتواكب هذا العيد مع وقفة زعيم الفلاحين أحمد عرابي أمام الخديوي توفيق في 9 سبتمبر من عام 1881.